سنين لمدة 20 عام وانا اكثر منك اهراجا. لماذا؟ حقدا وبغضا في نفس المرة وتريد لهذه العائلة الشتاعة. انا يهودي واسلمت على يدك يا رجل وامنت بالله ولا تنقي امرأة لاني شمائل كريمة. انت لن تسلم، انت تخادع هذا الرجل. اسمعي اسكت يا مناصب، عليك اللعنة يا يهودي. صدق العالم، وهذا شيء طيب. الله يثيبك في الدنيا وفي الآخرة. والحمد